إذا أبدأ مع ضيفي بالاستوديو الدكتور يوسف كاتب أغلو. أهلا بك دكتور. دكتور، استمعت إلى التقرير، يعني ردود فعل عديدة حول القرار، هل كان ينقص تركيا المساجد لتعيد افتتاح آيا صوفيا كمسجد؟ مساء الخير، تحياتي لكم ولضيفكم أستاذ المشاهدين. بداية، حدث تاريخي ويوم مهم جدا في تاريخ السياسة التركية، فليس فقط على المحور السياسي بل حتى على المحور الاجتماعي الداخلي والخارجي. وبالتالي هذا الحدث لا يجب أن لا ينظر على أنه فقط هو تحويل متحف إلى مسجد أو جامع، وإنما هو عبارة عن نقطة تحول أساسية في بالنسبة إلى ما يسمى الاستقلالية والسيادة، وأن تركيا انتهت عصر التبعية وأنها دولة الآن مستقلة وتقوم برسم سياستها وقراراتها بنفسها بغض النظر عن ردود أفعال الدول المحيطة بها هنا وهناك. هذا واحد. ثانيا، يجب أن نعلم بأن هو أصلا شأن داخلي، هو قرار داخلي، هو ليس بقضية متنازع عليها دوليا أو أنها هي عبارة عن أمر يجب يمكن التفاوض عليه. هذا شأن داخلي وداخل تركيا، وبالتالي على الجميع أن يعلم بأن القرار الداخلي والشأن الداخلي ليس قابل للنقاش بغض النظر عن طبيعة هذا النقاش. النقطة الثالثة، طبعا آيا صوفيا تمثل إسطنبول، وآيا صوفيا له دلالات الآن عندما يحول إلى جامع، وبالتالي 24 التاريخ له دلالات. 24 من تموز هو نفس التاريخ الذي تم فيه توقيع اتفاقية لوزان وإنهاء الخلافة الإسلامية والإمبراطورية العثمانية. تأكيد هذا التاريخ بهذا الموعد أدى أن هنالك انتهاء حقبة ما يسمى الحقبة التي كانت دائما هي تتبع الدول الغربية، والآن تركيا بدأت حقبة جديدة ورسالة إلى الخارج والداخل بأنها هي الآن تركيا تريد أن تقوم بما يملي عليها قانونها وشعبها ودستورها ورئيسها، لا ما يمليه عليه الغرب. عجبهم أم لم يعجبهم؟